أعلن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية الدفعة الخامسة لموظفي القطاع العام ابتداء من اليوم حتى يوم الخميس الموافق للثامن عشر من إبريل 2019، حيث يتيح البرنامج للملتحقين فيه الاستفادة من الفرص التي يوفرها من خلال برامج تدريبية ونظرية مكثفة تم إعدادها بشكل خاص لمنتسبي هذا البرنامج خلال فترة انتدابهم في المكتب لعام كامل، بما يمكنهم من اكتساب الخبرات والمهارات القيادية وتوظيفها في مختلف القطاعات والجهات الحكومية التي ينتسبون إليها. وأكد سعادة الشيخ فهد بن عبد الرحمن آل خليفة المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية يحظى بالدعم المستمر من صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ويعكس حرص سموه على الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة وتمكينها من الإسهام بشكل فاعل في تطوير جميع مسارات العمل الحكومي ولعب دور أساسي في تنميته، منوها بأن البرنامج يهدف إلى استقطاب الطاقات البحرينية الشابة المتميزة في الجهات الحكومية المختلفة بهدف صقل مهاراتها وزيادة خبراتها من خلال برنامج تدريبي شامل. ونوه سعادة المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن البرنامج منذ إطلاقه في عام 2015 وعبر أربع دفعات ضم كوادر وطنية تتحلى بكفاءة ومهنية تم العمل على تطويرها في ظل المهارات المختلفة التي تم اكتسابها، إلى جانب اللقاءات المبرمجة مع الوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة لإطلاع منتسبي البرنامج على الخطط التطويرية فيها، إلى جانب الورش التدريبية التي التحقوا بها والتي عادوا بها إلى جهات عملهم بعد الانتهاء من فترة الانتداب في البرنامج، وذلك من أجل رفض المساعي التطويرية فيها، منوها بأن البرنامج سيستمر في تحفيز الإبداع والتميز والابتكار من خلال انطلاقه في نسخته الخامسة، ويمكن لجميع موظفي الجهات الحكومية لمن هم على درجة أقل من رئيس قسم أو شعبة تقديم طلباتهم للالتحاق بالبرنامج عبر الموقع الإلكتروني لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يتضمن المزيد من المعلومات واستمارة التقدم لبرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية. أول شيء نعلمهم، وثاني شيء نمكنهم، وثالث شيء يعني نجعل لهم اقتصاد مثل ما يقولون ملعب مفتوح، واقتصاد ينمو، والاقتصاد اللي ينمو ترى يعني هذه نعمة، هذه يستوعبهم كلهم. إن الأوطان لا تزدهر إلا بسواعد أبنائها وبالعقول الوطنية وإبداعاتها، وأن تقدم الأمم ونهضتها يتوقف في المقام الأول على وعي وثقافة شبابها، وهو المنطلق للنهج الطموح الذي يؤمن به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية. البرنامج يجسد رؤى وتطلعات سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في الاستثمار في الطاقات الشبابية وتنمية مواهبهم وقدراتهم، كونهم المحرك الرئيسي للارتقاء بالمجتمع وبناء مستقبل الوطن تنفيذا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030. كل يوم تحدي جديد يطور مهاراتنا، البرنامج أحدث تغيير جذري في نظرتي للعمل الحكومي. وإن كل عمل ينجز اليوم هو بمثابة صياغة فعلية للمستقبل، وكل درس يلقن هو تأسيس لقواعده وأبجدياته، فالبرنامج يستقطب الكوادر الوطنية الشابة من مختلف الجهات الحكومية من خلال انتدابهم إلى مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمدة عام واحد، وتدريبهم على يد خبراء وأكاديميين دوليين
وإشراكهم في التجارب التفاعلية. تعرفنا من خلال البرنامج على مشاريع برنامج عمل الحكومة وكيفية اتخاذ القرار. مشاركتي في البرنامج زادتني فخر واعتزاز كوني عضو مساهم في بناء وطني مع كوادر وطنية متميزة. إن المستقبل المنشود إنما يستهدف أولئك الذين تعد لهم العدة اليوم، دعماً لمسيرتهم الشبابية الرائدة وانطلاقاً نحو تفعيل وتوظيف طاقاتهم بصورة مدروسة وفاعلة عبر مبادرات متميزة ووفق استراتيجيات حديثة من خلال العمل مع صناع القرار. إن النظرة المستقبلية الثاقبة لسمو ولي العهد وضعت الشباب في مقدمة الأولويات، كونهم قوى العالم التي لا تقهر، وذخرها الثمين وأساسها المتين ومحركها الرئيس تجاه التنمية والبناء. برنامج الناب الأول لتنمية الكوادر الوطنية من أنجح البرامج في البحرين، والدروس التي تعلمناها منه ما تنتهي بانتهاء زمنه. الشباب ثروة الوطن الحقيقية والإنجاز تلو الإنجاز، نتحدى بهم الصعاب ونتجاوز بهم المستحيل. إن برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية هو برنامج تدريبي رائد يفتح أبوابه سنوياً لتطوير إمكانيات الطاقة الشابة في القطاع الحكومي وتشجيعها.